اتكلمنا عن البورصه السلعيه كتير ومن سنوات ماضيه فاتت، وبقينا بنقول هيبقى عندنا بورصه سلعيه، وحتى هذه اللحظه البورصه السلعيه لم يتم تفعيلها بشكل رسمي. عايزين نعرف امتى هيتم تداول اول سلع على البورصه السلعيه، وايه الفائده اللي هتعود على المواطن؟ هل ده هينعكس على تخفيض الاسعار ام مجرد هتبقى عباره عن منصه الكترونيه ولتبادل السلع؟ يعني ايه الفائده اللي هتعود على المواطن الاهم؟ نحن نتحدث عن البورصه السلعيه منذ 2004، منذ عام 2004. وكانت فكرة عند وزارة الاستثمار عند إنشاء بورصة النيل في ذاك الوقت، وكانت هناك هذه الفكرة تلقى رواجا كبيرا، إنما ما كانش اتخذ إجراءات على الأرض لإنشاء البورصة المصرية للسلع. على فكرة عشان تنشئ كيان اسمه بورصة سلع ده بيحتاج وقت وجهد كبير ودراسات كبيرة عشان تقدر تعمل كيانات ناجحة لبورصات سلعية. الحقيقة خلال السنة الماضية، في الربع الأخير من السنة الماضية، تم تقديم دراسة جدوى عن البورصة المصرية للسلع، وتم تقديمها لمجلس الوزراء على المجموعة الاقتصادية، وتم الاتفاق عليها، وتم تأسيس الشركة، وتم وضع الإطار القانوني لعمل البورصة المصرية للسلع، وتم إعداد الدراسات عن السلع اللي هيتم تداولها خلال الفترة القادمة. ففي إجراءات كتيرة قوي وفي تفاصيل كتيرة جدا منذ إن هي كانت فكرة إلى أن ترى الواقع. فالنهاردة الحقيقة عندنا مكان للبورصة المصرية للسلع، هناك اتفاق وإجراءات مع البورصة المصرية للأوراق المالية عشان ينقلونا التجربة بتاعة المنصات لتداول الأوراق المالية. هيكون هناك منصات لتداول السلع على الأرض، هناك اتفاق ان احنا ان شاء الله نلحق في موسم القمح، وبداية من نص أربعة أوائل خمسة بيكون في ستلمنت لأول سلعة بيتم تداولها وهي سلعة القمح، ثم مجموعة من السلع الأخرى تأتي تباعا على تداول هذه المنصة الإلكترونية. الفايدة للمستهلك، الفايدة للمستهلك هتصب ان هو هيقدر ان انا اقلل حلقات التداول والوسطاء. هو النهاردة دايما انا بسوق مثل هام جدا، النهاردة انا مزارع للموز بطرح الكيلو على رأس الارض بجنيه، يبقى انا بعته للتاجر على رأس الارض بجنيه، تاجر الكبير او تاجر الجملة اللي بيوديه لتاجر التجزئة، تاجر التجزئة بيدول تجار آخرين، وبعد كده بيروح على المتاجر والمستهلك بيشتريه ب 12 جنيه ونص ولا 14 جنيه. طب مين اللي أدير في هذه المنظومة؟ المزارع والمستهلك. المزارع باعه بثمن بخت، والمستهلك اشتراه بسعر مغالى فيه للغاية. كويس؟ طيب لو أنا خليت أو أتحت للمزارع دوت إن هو يخش على المنصة بتاعة البورصة المصرية ولكن باشتراطات وضوابط، ويطرح الكم المنتج بتاعه والسعر والجودة، وهيكون هناك مشتريين في الطرف الآخر، يبقى أنا عندي علاقة بينية في سوق منظم حاضر ما بين البائع مباشرة والمشتري، يبقى أنا شلت إيه؟ كل الوسطاء في المنظومة وفي حلقات التداول والتجار، يبقى هيوصل المنتج هنا هو بسعر اقل ولا مش بسعر اقل؟ يبقى المستفيد الاساسي من منظومه البورصه المصريه للسلع هو المواطن المصري، ان هو يتحصل على سلعه اقل من قيمتها بقيمه قد تصل الى 25% اقل مما هو موجود عليه حاليا، لانك انت شلت كل الفات او كل الحلقات اللي كانت بتاخد السلعة دي وتتداولها مرات ومرات إلى أن تصل إلى المستهلك النهائي. وإيه أبرز السلعة اللي ممكن يتداولها بعد القمح؟ إحنا بنفكر دلوقتي في الدراسات بتاعتنا لمجموعة من السلع زي الفول، بنبص على الذهب، على الحديد، على القطن. زي ما قلت هي بورصة يعني سلعية، مش لسلع غذائية فقط إنما لمجموعة أو حزمة من السلع. فبالتالي هيكون لهذه البورصة كل ما زودت حجم السلع تداولا، كل ما السوق ابتدى ينضبط، كل ما شلت الوسطاء، كل ما قللت الاحتكار اللي بيتم في السوق، كل ده له انعكاس ايجابي على سعر المنتج النهائي للزبون او للمواطن. تمام يا دكتور، التوفيق ان شاء الله.